دكتور، لو نتكلم عن الوفيات بشكل عام اللي هو من خلال توقف القلب، إن كان سببه مثلا الكهرباء أو حتى مثلا مشاكل في عضلات القلب أو حتى الجلطات. دكتور، قمنا نسمع أيضا في الآونة الأخيرة عن ناس مثلا نام وما قام، مثلا ما في أي شيء، ما يعاني من أي مرض، سكتة قلبية. دكتور، بهذا الحد هل صار في زيادات الفترة الأخيرة، ولا هم أيضا تأثير السوشيال ميديا هو اللي قاعد يوصل الناس إنه لا والله وايد صار في وفيات سكتة قلبية وإحنا ما ندري عنه؟ شوف، هو الأعداد ما صار في زيادات، اللي تغير بالوضع أن الوعي زاد والتشخيص، يعني في السابق توفى الله يرحمه ما ندري ليش، صحيح، بس حاليا بوجود تحاليل يعني أكثر، من ضمنها تحليل أو فحص الجينات، العلم أو الأطباء قد يتوصلون إلى سبب الوفاة بنسبة تقريبا 50% من أحد، يا ما توفى قلب أو وقف قلبه فجأة والله أحياه، أو يعني رجع مرة ثانية، أو لا سمح الله توفى ومن خلال فحص باقي أفراد الأسرة. صحيح. في الغالب نتوصل إلى سبب مباشر أدى إلى الوفاة بنسبة 50%. طبعا في السابق قبل علم الجينات كانت النسبة هذه وايد أقل من 50%. صحيح. فالحين زاد الوعي، ولما نعرف، لما نفحص نلقى خلل جيني، نفحص باقي أفراد الأسرة راح نلقى ناس معرضين نفس المشكله. صحيح. فالحالات زادت بس لان العلم تطور. صحيح. مو لان المرض ظهر زاد او كثر، يعني اوت اوف نو وير، يعني عرفت. دكتور محمد ابراهيم باسمي وباسم اسره برنامج تو كلينك، اقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمه. شكرا، مشكورين على الاستضافه. الله يسلمك. الله يسلمك. اعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.